في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بحوزته 400 تربة لمخدر الحشيش تزن 100 كيلوغرام بمنطقة برج العرب الإسكندرية. وتمكنت القوات من ضبط شخص بحوزته 500 لفافة لمخدر المانجو بالمنطقة الصحراوية بطريق رمسيس في محافظة الشرقية. بعت لأحد العناصر الإجرامية النشطة في مجال الإتجار في المواد المخدرة وتأكيد التحريات إدارته بؤرة إجرامية لترويج المخدرات بخاصة الحشيش بمنطقة برج العرب. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات داهمت مسكنه ونجحت في ضبطه، بل وتم العثور على 400 تربة لمخدر الحشيش تزن 100 كيلوغرام أعدها المقبوض عليه بهدف ترويجها، لكن قبضة الأمن كانت الأسرع إليه. لم تقتصر ضربات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عند هذا الحد، لكنها وجهت ضربة أخرى ضد تجار المخدرات، فبعد رصدها لإحدى البؤر الإجرامية للإتجار بالمخدرات بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق رمسيس بالعاشر من رمضان يديرها عاطلان، تم مداهمتها. 500 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن طن مخبأة بالمنطقة الصحراوية تم ضبطها، وضبط أحد عناصر البؤرة، كما تم ضبط بندقية جرينوف تستخدم في حماية هذه التجارة غير المشروعة فضلا عن طلقات جرينوف.